بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هناخد مع بعض السيرة الذاتية للموسيقار العالمي لودفيج فان بيتهوفن. مين هو لودفيج فان بيتهوفن؟ بيتهوفن واحد من اكبر واعظم المؤلفين الموسيقيين اللي جم على مستوى العالم، وهو عازف بيانو ألماني. بيتهوفن عمل مقطوعات بيشهد له العالم كله إنها من أعظم وأنجح وأجمل المقطوعات الموسيقية في العالم، وبيعود له الفضل في تطور الموسيقى خلال الحقبة الكلاسيكية في أوروبا نتيجة ما أبدعه من أعمال موسيقية جعلته أحد أكثر المؤثرين في المجال الفني الموسيقي. نشأة بيتهوفن. اتولد الموسيقار العبقري لودفيج فان بيتهوفن في مدينة بون بمقاطعة كولونيا بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1770. بابا كان يوهان فان بيتهوفن، كان مغني، لكن جده كان الموسيقار الأكثر شهرة ونجاحا في بون، فشكل لبيتهوفن مصدر إلهام كبير. بابا بيتهوفن بدأ يعلمه مزيكا بس بعنف وصرامة، أثر ده عليه تأثير سلبي كبير جدا، ده معاه لبقية حياته، لدرجة إن الجيران اللي حواليهم كانوا بيسمعوا صوت بكاء بيتهوفن وهو بيعزف على البيانو، لأن بابا كان بيضربه لما كان بيتردد أو بيخطأ في العزف. لما بيتهوفن بقى عنده 12 سنة عمل أول عمل موسيقي ليه، كان تأليفه، وهو عبارة عن تنويعات موسيقية لأحد الألحان اللي ألفها الموسيقي الكلاسيكي دريسلر. إيه هي إنجازات بيتهوفن؟ تعالوا نعرفها مع بعض. في 29 مارس سنة 1795 كان ظهوره العلني الأول في إحدى الحفلات، حيث أدى وفقا لبعض الباحثين والمؤرخين أول كونشيرتو بيانو له. وبعد كده بفترة صغيرة عمل بيتهوفن سلسلة للبيانو كاملة وقام بنشرها، والسلسلة دي لقيت نجاح مالي كبير جدا. لكن في بداية شهر إبريل سنة 1800 بيتهوفن عزف السيمفونية الأولى ليه في المسرح الملكي الإمبراطوري في فيينا، فحازت على ترحيب وإعجاب كبيرين من قبل كل الناس، وأصبح بيتهوفن بعدها من الموسيقيين البارزين جدا في أوروبا. هل بيتهوفن وقف عند ده؟ لا، بيتهوفن كمل وألف مقاطع موسيقية مختلفة كتير جدا اللي فضلت في وجداننا وفي تاريخنا وفي مزيكتنا بشكل بارع جدا لغايه دلوقتي. لكن في عام 1801 نشر بيتهوفن الرباعيات الوترية الستة اللي كانوا بيقارنوها في برعتها وجمالها بالمؤلفات بتاعت موزارت وهايدن، دول كانوا من أعظم المؤلفين في الوقت ده. وبعد كده عمل أول باليه ليه. الباليه ده تمتع بشعبية جارفة، وبعدها ألف السيمفونية الثالثة واللي بتعتبر أعظم أعماله وأكثرها أصالة. لكن بعد كده بيتهوفن حس إنه تعبان جدا، وحس ان عنده مشكلة صحية خطيرة،
حاول يخبيها قدر الإمكان عن الناس، لأنه كان حاسس أنه هيصاب بالصمم الكلي. بس بيتهوفن ما وقفش وبعت في رسالة لصديقه فرانز فيغلر سنة 1801، عبر له عن مدى تعاسته وحزنه بسبب حالته الصحية، وقال له: فرانز، لابد لي من الإقرار بأنني أعيش حياة بائسة للغاية، فقد امتنعت عن حضور المناسبات الاجتماعية على مدار العامين الماضيين، لأنه يستحيل علي إخبار الناس بأني أصم. أتعرف؟ لو كنت أعمل في مجال آخر، لواجهت عجزي عن السمع واحتملته، ولكنه عائق كبير في مجال الموسيقى، أنت تعلم. لكن بيتهوفن ما وقفش، وبعد كده تمكن بشكل أعجوبي إنه يوثق تأليف الأعمال الموسيقية بتاعته، والكلام ده كان في خلال من سنة 1803 ل 1812، وعرفت هذه الفترة باسم الفترة البطولية لبيتهوفن. ليه تسمت الفترة البطولية؟ عشان بيتهوفن في الفترة دي عمل 6 سيمفونيات و5 رباعيات وترية و6 سوناتات وترية و7 سوناتات بيانو و72 نشيد، بس عمل أوبرا واحدة بس اسمها فيداليو، وبعدها عمل سوناتة كمان اسمها كروتزر. في نفس الفترة عمل أكتر مؤلفاته المشهورة جدا، وهي مونلايت اللي احنا بنسمعها دلوقتي. بيتهوفن في حياته الشخصية ما كانش فيه حاجات كتير قوي، لأنه تقريبا عاش وحيد وبائس، كان دايما مزاجه متقلب وعنده هوس وجشع، وكان بيخش في نزاعات كتير جدا مع أصحابه وتلامذته وإخواته، حتى الناس اللي بتدعمه. بيتهوفن متجوز، ممكن ده يكون بيرجع لخجله الشديد أو لمظهره الغير جميل. بيتهوفن ما كانش جميل قوي، ولكنه ارتبط بعلاقة حب فاشلة مع امرأة متزوجة تدعى أنتوني بيرناتو. تابع بيتهوفن على مدار السنوات الأخيرة من حياته تأليف الموسيقى، وتضمنت أعماله الكبيرة آنذاك كل من مقطوعات ميسا سوليمان والرباعية الوترية سترينجز كوارتيت نمبر 14، فضلا عن السيمفونية 9 التي انتهى من تأليفها سنة 1824. تعتبر هذه السيمفونية العمل الموسيقي الأكثر شهرة لبيتهوفن، وخصوصا المقطع الأخير منها الذي يغني فيه الكورال مقطعا من قصيدة شيلر اللي هي أوتو جوي. وتوفى بيتهوفن في تاريخ 26 مارس سنة 1827، أنا عمري يناهز 56 عاما. وفي تشريح الجثة تبين أن سبب الوفاة كان الإصابة بتليف الكبد، وبذلك اختتمت مسيرة هذا الموسيقار العبقري الذي أذهل الجميع وأسعدهم بموسيقاه الرائعة التي ألفها هو أصلا. كده احنا خلصنا قصة حياة الموسيقار العالمي لودفيج فان بيتهوفن. يا رب تكونوا استمتعتوا، اشوفكم على خير، هتوحشوني جدا، مع السلامة.